أهلا بكم أحبائنا المشاهدين، نلتقيكم في لقاء جديد معكم في هذه الحلقة الثانية لليوم الثاني في حملة موسم الحصاد لهذا العام. هذا هو الموسم الأول، سعداء نلتقي بكم، نرحب بكل شخص بتابعنا الآن. أهلا بكم أينما كنتم في جميع أنحاء العالم. أحبائنا في استراليا بنرحب بكم وبنقول لكم صباح الخير، سعداء نسمع منكم، سعداء تتواصلوا معنا ونسمع أصواتكم. الأحباء متابعينا دايما في أمريكا الشمالية، أهلا بكم أينما كنتم، وأيضا كل من يتابعنا الآن وبيعمل شير لهذه الحلقة من خلال متابعته على الفيسبوك ABNSAT. شكرا لكل شخص الآن بيتواصل معنا، بيشجعنا بيرفع سماعة التليفون، لأنه الرقم بنذكركم بـ 248-416-1300. برحب بالأحباء الموجودين معنا هنا خدام الرب في الاستوديو. معنا القس عامر منصور، أهلا بك. أهلا بك أخت نوال وفي كل المشاهدين في كل مكان. أهلا بحضرتك وأهلا بك يا وسام. أهلا بك يا أخت نوال وبالقس عامر والأخت عايدة والأخ فادي وكل المشاهدين. أهلا بك يا أخت عايدة. أهلا بك يا أخت نوال وبكل المشاهدين اللي راح يشاهدونا من جميع أنحاء العالم. أهلا بيكم وأهلا بخادم الرب المحبوب الأخ فادي حراق معنا على الإنترنت، سعداء بوجودك معنا يا محبوب، أهلا وسهلا. أهلا أهلا بيك يا أختي الغالية نوال وبكل ضيوفك في الحلقة وبكل شعب الرب، الرب يبارككم ونصلي أنه يعطينا الرب حضور حقيقي فيما بيننا ويأخذ مجده ونتبارك كلنا في هذا اللقاء. أمين أمين. حلقة أخرى مع حضراتكم وإحنا بنتابع في هذه الحملة وهذا الموسم المليء بالفرح. إحنا سعداء لأنه إلهنا إله عظيم، إله صالح وإلى الأبد رحمته، بيقودنا دايما في موكب النصرة. ده اليوم، ده البرنامج الثاني في اليوم الثاني لهذه الحملة، وإحنا شاكرين الرب رغم أن المبلغ قليل. وسام ساعدني من فضلك، المبلغ اللي وصل تقريبا لغاية دلوقتي، المبلغ اللي وصل لغاية دلوقتي 2000 دولار. نصلي أنه اليوم الأخوة يعني البارحة خلينا نقول سمعوا أنه بدأت الآرامية في موسم الحصاد يمكن، لكن اليوم نصلي أنه استراليا نيوزيلندا وأمريكا وكندا في هذا الوقت اللي دا نسوي به البرامج الوقت المناسب لهم حتى يطلعون ويشجعون ويشاركون معانا. فنحن نصلي في هذا اليوم نشوف حركة من المشاهد، صلاة أيضا ليس فقط دعم وإنما أيضا صلاة، الصلاة أيضا مهمة أن تصلون من أجل الخدمة، تصلون من أجل الخدام اللي دا يجون ويعطون وقتهم حتى يوصلون الرسالة. فصلاتنا في هذا اليوم أنه نسمع من عندهم، وخلينا نعمل تشالنج ويا المشاهد. أخت نوال شنو رأيك؟ أمين أمين باسم الرب يسوع، والكل موافق، الأخ فادي والقس عامر والأخت عايدة وكل المشاهدين. يس خلينا نضع جول للحلقة حتى المشاهد أيضا يتشجع. أنا أتذكر عملنا نفس القعدة في ديسمبر تمام، وكانت بالفعل حلقة مباركة وتعزينا وتباركنا بها، كان مع القس عامر والأخ فادي بالفعل، ما كانتش معنا، وكان في ماتشنج فند في هذاك اليوم تمام. كان في ماتشنج فند اللي هو كان 5000 دولار. أمين. إذا الذاكرة ما خانتني يعني. فاليوم خلينا أيضا نضع هذا الجول، أنه نقول للمشاهد خلونا نصلي أنه نسدد هذا المبلغ في هذه الحلقة، ونقول للمشاهد ونشجعه أنه خلونا نصل إلى هذا الهدف اللي هو 5000 في هذه الحلقة. حتى أنا مو بدي أسويها على مود أنه منو يتصل أسرع، لا، وإنما حتى المشاهد أيضا يتشجع، وبعدين راح نشوف المشاهد شنو هو الانكم اللي دا يجي شهريا بالجراف وشنو الاكسبنسز اللي دا تصير في كل شهر. فخلينا من الان نبدي مع المشاهد، اذا يحب اخ فادي يقودنا بالصلاه في بدايه الحلقه، حتى ايضا المشاهدين يلمسون وتنلمس قلوبهم ويبدون معانا الحلقه ايضا هم مثل ما نحن دا نبديها بقوه، دا ندخلها باسم يسوع. باسم يسوع. تفضل اخ فادي. أمين. يا رب يسوع نباركك ونعظمك ونحمدك ونشكرك من أعماق القلب يا رب، لأنه أساس اجتماعنا في هذا اليوم يا رب وفي كل مرة نجلس هو عملك يا رب ومحبتك التي ظهرت في أبهى صورة يا رب على عود الصليب.
أشكرك من أعماق القلب يا رب أن يحب الإنسان إنسانا يحب شيء منطقي، لكن أن يحب الله المزدرى وغير الموجود يا رب عجب العجاب، عجب العجاب يا رب. أنت اللي خلقتنا واللي كان يجب أن نطيعك، لكن مكتوب عنا هكذا أعطيناك القفا للوجه، وبدل أنه تنزل بينا بالعقاب مكتوب هكذا والرب وضع عليه إثم جميعنا. شكرا لك من أعماق القلب يا رب. يا رب احنا نذكر عملك ونذكر صليبك، لأنه أنت أخبرتنا أن كلمة الصليب عند الهالكين جهالة، أما عندنا نحن المخلصين هي قوة الله. يا رب يسوع احنا نثق بشخصك ونثق بعملك في هذا المساء يا رب. احنا مجتمعين كلنا يا رب ومعلنين أمامك كل إفلاس فينا وفي إمكانياتنا وفي طاقاتنا يا رب، ومنتظريك يا رب أنت تعمل. يا رب احنا نرى في هذا المساء كلامك الواضح يا رب في العنوان اللي وضع أمامنا، اذهب اليوم واعمل في كرمي. يا رب احنا وفي وجودنا معاك في هذا المساء نطلب منك لمسة على كل كلمة ستقال، على كل مكالمة ستتم، على كل صلاة سترفع يا رب، على كل مداخلة يا رب يدلي بها شخص. يا رب يسوع أرجوك احنا محتاجين لمسة حقيقية من عندك. لم نأتي في هذا المساء يا رب لنرى موسى وإيليا، لكن كما يقول الكتاب أتينا لنرى يسوع وحده. باركنا يا رب واعطينا كلام عند افتتاح فم كل واحد فينا يا رب، وأرجوك يا رب احنا متأكدين وواثقين بيك انه انت لن تصرفنا فارغين حاشا لاسمك، لكن احنا نثق انه انت ستصرف كل شخص موجود في الاستوديو او موجود معنا على الفيسبوك او موجود على شاشات التلفزيون، ستصرفه وهو يا رب مليء قلبه وملتهب قلبه بمحبتك. نشكرك يا حبيب قلوبنا لأنك سمعت لنا واستجبت، لك كل إكرام وكل مجد وسجود وتعبد إلى الأبد. آمين. 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 مبارك اسم الرب. وبنبدي حلقتنا بالترنيم والتسبيح. آمين. بس أنا حابة أقول بداية وبشكر الرب عليها قبل ما نبدي في الحوار مع القس عامر والأخ فادي ونبدي بالترنيم. اليوم اتصل الأخ فانوس ميخائيل وهو معضد وداعم من أول يوم في الأرامية، وقال لي أنا حابب أتبرع بالمئة دولار بس ما تعلنيش عن اسمي. اتصل يعني قبل البرنامج بساعتين، بس ما تعلنيش دلوقتي عن اسمي إلا لما تعملوا ماتشنج فوند. فأول ما تعملوا ماتشنج فوند قولي ان انا الرب وضع على قلبي ان انا اتبرع ب 100 دولار وهبعتها بتشيك. نشكر الرب من اجل الاخ فانوس. امين. وانت في صلاتنا لانه هو طلب انه اكيد الاخ فادي بيكتب طلبه دي، لانه هنصلي من اجل الاخ فانوس ميخائيل وزوجته لمسه شفاء لظهره، عنده الام في الظهر وليه ايمان انه الرب هيشفيه. هنتابع وبنشكر الرب من أجل الوضع المبلغ والتبرع بالإيمان. آمين. بالإيمان. آمين. 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 إحنا واثقين أن الخمسة حتصير 10 و20 و100. آمين. الرب راح يضاعفها وراح تستمر الخدمة. سو خلونا من الآن نبدي نتصل 248-416-1300 أمريكا وكندا واستراليا 02-809-09355. هاي ما عداها أرقام الفايبر الموجودة اللي يحب يتصل ويشارك معنا على الهواء. فمنه راح يكون أول واحد يدعم ونسدد هذا المبلغ في هذه الليلة 5000؟ احنا نسمع من عندكم، نريد نسمع أصواتكم، نريد نسمع أول اتصال بعد أول ترنيمة راح نرنمها ونقول قدوس قدوس قدوس، وبالفعل هو قدوس وكلي القداسة. تعالوا نرنمها مع بعض ونرفعها كصلات في نفس الوقت.
يسوع قدوس، يسوع قدوس. ها صوت الملائكة يعلو في محضرك، يهتفون كلهم قدوس. رافعين السبح لك، معلنين أنك قدوس. هيا نقوم كلنا، نرفع أصواتنا، نهتف لملكنا القدوس. نسجد نحن رؤوسنا ونطرح جاننا عند قدميك يا قدوس. هيا نقوم كلنا، نرفع أصواتنا، نهتف لملكنا القدوس. نسجد نحن رؤوسنا ونطرح دجاننا يا قدوس. قدوس 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 يسوع قدوس.
سيدي أعبدك من كل قلبي أحبك وأحيا لي مجدك قدوس. أنت من أحييتني بالروح وطهرتني قدستني لي شخصك يا قدوس. أنا لن أقدر بعد الآن أن أخفي هذا الإعلان أنك حي في يا قدوس. علمني أسمع صوتك خذني أنت بروحك فيراك الناس فيا يا قدوس. أنا لن أقدر بعد الآن أن أخفي هذا الإعلان أنك حي فيا يا قدوس. علمني أسمع صوتك قدني أنت بروحك فيراك الناس فيا يا قدوس. قدوس 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 يسوع قدوس يسوع أجد ستري في دماك راحتي عند صليبك يا قدوس. أنت هو الراعي الأمين من قادني عبر السنين على كفيك نقشتني يا قدوس. منيتي ربي وشهوتي أن تتغير صورتي لأحيا حياتي بشبهك يا قدوس. أخت لي قلبي العنيد فهو العائق الوحيد بيني وبين كمالك يا قدوس. منيتي ربي وشهوتي أن تتغير صورتي لأحيا حياتي بشبهك يا قدوس. أختي لي قلبي العنيد فهو العائق الوحيد بيني وبين كمالك يا قدوس. قدوس قدوس يسوع قدوس يسوع قدوس. أمين. مبارك اسم الرب. نشكر الرب من أجل هذه الترنيمات والتسبيحات. منيتي ربي وشهوتي أن تتغير صورتي. قس عامر، الحوار بتاعنا النهاردة من كلمة الرب حوار رائع جدا، كلنا هتدينا الميزان اللي هنقيس نفسنا عليه، هنقيس مدى طاعتنا للرب ولكلمته. وأيضا المحبوب الأخ فادي حراق أيضا هيشارك في هذا الحوار وهذا الموضوع، أيضا هنشارك معاه ومع الأحباء المشاهدين. تقدر تتصل و تدي أيضا اختبارك أو تدي مداخلتك أو تدي طلبة صلاتك. سعداء نلتقي معكم نسمع أصواتكم. تصلوا بينا والرقم دايما بيبقى موجود، وأهلا بيكم دايما. الرب يبارككم، يبارك تشجيعكم، يبارك دعمكم وصلواتكم من أجل هذه الخدمة. آمين. شكرا أخت نوال، ومرة أخرى نرحب بكم أعزائي المشاهدين في كل مكان، وأيضا ضيوف البرنامج في هذا المساء.
الموضوع اللي حابين نتأمل فيه بهذا المساء هو عن الطاعة. صراحة هذه الكلمة مستخدمة كثيرا في الكتاب المقدس، الطاعة، الخضوع، عمل مشيئة الله، هاي كلها يعني مترادفات أو مرادفات لنفس الكلمة. عكس الطاعة، حتى من البداية نضع الأساس، عكس الطاعة هو التمرد أو العصيان. الطاعة كلمة مستخدمة في كل الكتاب المقدس وبصورة متكررة كثيرا في العهد القديم والعهد الجديد. وأيضا سنرى في هذا المساء من خلال كلمة الله أنه الطاعة لها نتائج أو لها خصوصيات في العهد القديم وأيضا في العهد الجديد، وراح نشوف هاي الأمور من خلال تأملاتنا في هذا المساء. وأيضا أحب أنطي أربع مراحل أو أربع حلقات للطاعة. أولا الطاعة في الدائرة الإلهية، طاعتنا نحن في علاقتنا مع الله. بعدين الطاعة في الخدمة الروحية أو النمو الروحي، وأيضا الطاعة في العائلة، والطاعة في القانون أو السلطات. وهذا ما يتكلم عنه الكتاب في هذه الدوائر الأربعة، تشمل كلمة الطاعة في حياة الإيمان. أولا أقول كتعريف لكلمة الطاعة، أحد المفسرين أعطى هذا التعريف: الطاعة هي أنت تعمل مشيئة غيرك، أنت تعمل مشيئة غيرك. في الكتاب المقدس نحن نعمل مشيئة الله في هؤلاء الأربع دوائر اللي أنا ذكرتها، وسأأخذ كل فقرة من خلال البرنامج ونتكلم عنها، وإن شاء الله كمان الأخ فادي اللي أنا أنسانه هو يذكرني، واللي هو إنسانه أنا أذكره، وبنعمة الرب تكون هاي الحلقة حلقة مباركة. لكن أرجع وأقول إنه الرب إلهنا في العهد القديم تكلم عن موضوع الطاعة، وفي العهد الجديد. في العهد القديم نرى إنه الطاعة كان لها مستلزمات، وفهم الشعب اليهودي في العهد القديم إنه إذا أطاع الشعب الرب فالرب سيستجيب ببركاته لهذا الشعب. لكن نشوف إنه طاعتنا للرب يسوع لله في العهد الجديد ليس لها شرط أو مشروطة ببركات أو أي شيء الله ملزم إنه يعطينا إياه، لأنه طاعة اليهود في العهد القديم لها علاقة وصلة في البركات الأرضية. طاعتنا نحن في الكنيسة في هذه الأيام لها صلة وعلاقة بالأمور الروحية. لو أخذنا للمثال العشر وصايا ونظرنا أو قسمنا العشر الوصايا إلى حلقات معينة، راح نشوف إنه الوصايا الثلاثة والأربعة الأولى لها علاقة مع الله: لا تعبدوا إلها غيري، تتمسكوا في يوم السبت، وكل هاي الأمور عندها علاقة بطاعتنا نحن لله. فهاي العلاقة الأولى. العلاقة الثانية نشوف أنه يتكلم الكتاب عن إكرام الأب والأم، إكرم أباك وأمك. وهذه الحلقة أو هذه الطاعة هي في الحياة الاجتماعية. والآيات الأخرى: لا تقتل، لا تزني، لا تشهد بالزور، هاي كلها عندها علاقة في الارتباط الاجتماعي، لأن عنده علاقة مع المجتمع اللي أنت تعيش فيه. عليك أن لا تزني، لا تسرق، لا تقتل، لا تشهد بالزور، كل هذه الأمور. فلو لخصنا هذه الحلقات الأربعة نشوف أنه الله بيطلب طاعتنا له في المكان الأولى، طاعتنا إلى أهالينا اللي هو مجتمعنا الأول، طاعتنا إلى الحكومة أو القوانين، وطاعتنا إلى المجتمع. في العهد القديم القوانين والمجتمع كان مرسوم تحت نظام الوصايا، فكل القوانين مشتقة من أو التشريع مشتقة من كلمة الله أو الوصايا. الرب يسوع المسيح لما كان موجود على الأرض شوفنا وأعطانا أحسن مثال، أكبر مثال نقتدي نحن به في خطوات حياتنا، فهو أطاع أبواه على الأرض، أطاع أبوه السماوي الله الآب، أطاع القوانين. لما سئل عن العشور، عن الأموال والعشور أو الضرائب، قال: أعطوا ما لقيصر لقيصر، وأعطوا ما لله لله، احتراما للقانون. وأيضا الرب يسوع المسيح علمنا طاعتنا لبعضنا البعض. فهاي الأفكار الأربعة اللي أحب أنه خلال البرنامج نبحث بها أكثر ونتأمل بها،
ليس فقط للمعلومات الشخصية، وليس فقط أنه إحنا نكبر راسنا بالمعلومات الكتابية، لكن أنه نضع هذه المبادئ في حياتنا كمبادئ إيمانية تغير القلب لتعدل السلوك. كلام مبارك، ونشكر الرب من أجل اللي إحنا بنتعلمه دلوقتي، إحنا قاعدين بنصغي لي، ودي بركة الرب بيحطها لنا. لكن خلينا نتابع الآن مع خادم الرب الأخ فادي. اتفضل أخ فادي، إحنا بنتابع مع حضرتك في هذا الموضوع اللي إحنا قاعدين وبنتعلم من كلمة الرب كلنا، تفضل. أمين، الرب يبارك حياتك أختي نوال، ويبارك كل مشاهدينا الغاليين. الحقيقة إحنا نتكلم في موضوع هو من أهم المواضيع في كلمة الله على الإطلاق، بل هو المفتاح الحقيقي اللي على أساسه نستطيع أن نعيش حياة حقيقية مع الرب، سواء كنا بعيدين، سواء قبل قبول كلمة الله للناس البعيدين، أو للذين اختبروا كلمة الله ويعني عاشوا مع الله. وطبعا المقياس الوحيد يبقى المقياس الأوحد لهذه الطاعة، رغم أنه هناك كثيرين أطاعوا، يعني لو تصفحنا كلمة الله سنرى هناك أمثلة في منتهى الحلاوة عن الطاعة. طبعا كل الشخصيات يعوزنا الوقت أن نتكلم فيها، سواء كان إبراهيم أو كان يوسف أو شخصيات كثيرة، محتاجين حلقات مع كل واحد نتحدث عن جمال طاعتهم وخطوات الطاعة اللي عاشوا فيها. لكن طبعا يبقى أمام مشرق الشمس تختفي مليارات النجوم، يختفي كل جمال للطاعة. مكتوب هكذا عن الرب يسوع في الرسالة إلى العبرانيين والإصحاح الخامس: مع كونه ابنا تعلم الطاعة مما تألم به. لم يكن شخص على الإطلاق يستطيع أن يطيع وسط الألم، رغم أنه هناك أمثلة باهتة في الكتاب المقدس عن الطاعة وسط الألم. لكن أمام طاعة الرب يسوع في حياته، كما ذكر أخي الحبيب عامر، أمام طاعة الرب يسوع تختفي كل طاعته، وسيكون مقياسنا في هذا المساء. رغم أنه هناك شخصيات كثيرة راح نتحدث عنها في منتهى الجمال عن الطاعة، لكن يبقى كل شخص نتحدث عنه إن لم يقودنا بالنتيجة النهائية إلى شخص الرب يسوع، إن لم نرى شخص الرب يسوع في هذا الشخص، فتصبح قراءتنا بلا معنى وجلستنا بلا معنى. لكن سيبقى هو المقياس الأوحد للطاعة شخص الرب يسوع، الذي وضع نفسه، الكتاب يقول عنه هكذا، وأطاع، ما أروع هذه الكلمة، حتى الموت، موت الصليب. وضع نفسه أطاع، ونرى منه في منتهى الجمال. طاعة الإنسان دائما محكومة بالطاعة العليا، يعني طاعة الإنسان هي طاعة نسبية، لأنه هو ملزم من الأصل أن يطيع الخالق. لكن طبعا عندما نتحدث عن الرب يسوع تختفي الأمور، لأنه هو الذي كان يطاع، هو الذي مكتوب عنه قال فكان، هو أمر فصار، هو من يصدر الأوامر، وها هو يخلي نفسه آخذا صورة عبد ويتعلم الطاعة. وإحنا بنعمة الرب سيكلمنا اليوم الرب، ويعطي رسالة لكل واحد فينا، لي أنا أولا ولكل الموجودين، على كيف نستطيع أن نطيع. لأنه إن تعلمنا هذا الدرس، أنا شخصيا مقتنع أنه هو المفتاح الذهبي لحياة مليئة بالبركات، ليس بمجرد بركات العطايا اللي أخذها، لأنه الكتاب قال صريحا: باركنا بكل بركة روحية في السماويات، وهذه كلها تزاد لكم. لكن حياة مليئة ببركات العلاقة الحية والعمق الحقيقي مع الرب. رب يبارككم حبايبي الغاليين، ويقودنا الرب في كل كلمة نتحدث فيها. آمين آمين آمين. الرب بالتأكيد بيقودنا، وبيقودنا دايما أننا نقدر نتعلم، ونقدر الكلام ده فعلا يصير حقيقة في حياتنا. بنشجعكم أحبائنا المشاهدين الآن، لو أنت عندك أي مشكلة في الكلام اللي بتسمعه من القس عامر أو من الأخ فادي،
ومش قادر يعني ان الكلام ده يكون صعب وتقدر تعيشه، تقدر ترفع سماعة التليفون وتقول لهم انا عندي مشكلة في الجزئية الفلانية، جربت كذا مرة احاول اطيع الرب في موضوع فلاني وفشلت، اعمل ايه؟ صلوا من اجلي. يا ريت لو كلمة الرب بتحركنا كلنا دلوقتي نرفع سماعة التليفون نتحاور في هذا الموضوع الرائع. لكن احنا دايما بنتشجع من الاحباء اللي بيبقوا معانا وبيبقى كتفهم بكتفنا، مش بس خدام الرب لكن الاحباء اللي بيساعدونا في الخدمة، اللي بيجوا بيقضوا وقت وساعات بتطوع وبقلبهم وبيدوا بالوقت في ايام الاسبوع كتير خالص. انا بشكر رب من اجلك اختي عايدة، وانا عارفة انا على قلبك حاجات حابة تشاركي بيها المشاهد النهاردة وتشجعيه كمان علشان يحط ايده ويكمل. في ناس من اول يوم ومستمرة ومواظبة كل شهر، لكن في ناس جديدة حابة بس تشوف نموذج قريب كده من الناس اللي بتخدم والناس اللي بقيتها في الخدمة. نشكر رب. قبل كل شيء حابة مسي أصبح، ما أعرف التوقيت يختلف، صبح ونمسي لكل مشاهدينا اللي دا يتابعونا عبر قناة العرامية الفضائية أو عن طريق الفيسبوك. فإحنا جايين اليوم نمجد الرب ونعلي اسمه ونعظمه، فياريت يعني لو الكل تتشجع وتتصل بينا من خلال هذا البرنامج. وبركة كبيرة اليوم إحنا بوسطنا القسيس عامر والأخ فادي، هاي بركة كبيرة. وتعمل كل شرائع عن موضوع الطاعة مثل ما قال الأخ فادي، أكيد الرب اليوم إلى رسالة لكل واحد فينا ومن خلاله راح نطيع كلمة الرب. والرب أكيد دا يعلن لنا أمر معين، وهو أن نطيع ونعلن كلمته مثل ما موجودة بالكتاب المقدس للعالم كله، ونبشر باسمه فقط لأن هو يستحق، لأن ربنا هو الوحيد الرب يسوع المسيح اللي أتى إلى هذا العالم وخلص كل واحد فينا، شال الثمن، ثمن غالي على الصليب. هو إجا وشال كل أتعابنا وأحمالنا وأحزاننا، وتعرفون هذا شقد ما نكون على هاي الأرض راح نبقى تعبانين، مهمومين، أحزاننا كثيرة كثيرة. لكن الرب يسوع قال تعالوا إلي جميع المتعبين وثقيلي الأحمال وأنا أريحكم. أكيد راحتنا لما ننظر على الصليب، الصليب لأن هو هذا السلاحنا الوحيد اللي بيه نحارب العالم كله بالشر بشره وملذاته، لأن هو الطريق الوحيد للخلاص اللي يوصلنا لملكوته. آمين آمين آمين. ربي يباركك أختي عايدة، شكرا جزيلا. الأرقام بتاعتنا أو هو الرقم موجود 248-416-1300. حابين نسمع منكم، وأنا بالنيابة عن القس عامر والأخ فادي والكل والأخ وسام والأخت عايدة، الكل هنا حابب أنه ترفع سماعة التليفون للتشجيع أو لطلبة الصلاة. إحنا عندنا طلبات صلاة اليوم هنقولها، لكن أيضا عايزين نسمع منكم في هذه الحلقة. وسام، إحنا بالإيمان وضعنا مبلغ لماتشنج فاند في هذه الحلقة، إحنا طبعاً بنسير بالإيمان. إحنا بالإيمان، هي الخدمة سايرة بالإيمان من أول يوم. أمين. والا ما كان 15 14 15 سنة، كم سنة صار لنا ده نستمر 15 سنة، والان ال 15 الجاية او ال 20 او حتى مجيء الرب هي معتمدة كلتها على دعم المشاهد طبعا. اكيد. واحنا نشكر الرب اللي دعمه من سنة 2005 4 الى حد هذا اليوم. كل هذول اللي دعموا واللي وقفوا هذه الوقفة، أكيد أكو يمكن ناس من أول ما انفتحت الأرامية إلى حد هذا اليوم مستمرة في الدعم. وأنا ذاك اليوم سمعت أحد الأخوة كان يتكلم هذا الكلام، لكن أيضا في نفس الوقت أنت قلتي لها للأخت عايدة الناس الجدد اللي بعدهم ما حطوا إيدهم بالخدمة معانا، هذول أيضا الأخوة اللي دا يشاهدون المؤمنين يحتاجون أيضا أنه يتشجعون
ويشجعون آخرين حتى هم أيضا يكونون شركاء في خلاص النفوس، شركاء في تغيير قلوب الكثيرين، شركاء في الخدمة هنا معانا إنه نبث هذه البرامج، لأن أنتوا الهدف، أنتوا الهدف اللي دا تخلوا القناة تستمر، أنتوا اللي دا تخلوا بدعمكم الرسالة دا توصل، وأنتوا بدعمكم دا تخلونا إنه نتشجع إنه نستمر في إنتاج برامج أكثر وأكثر حتى نوصلها إلى أخواننا في الشرق الأوسط بالأخص. ومن يجي واحد، واليوم شفنا في البرنامج الأول سمعنا اختبارين من أخوة عابرين أول مرة دا يطلعون على الآرامية، شهدوا عن عمل الرب في حياتهم، الأخ الضحى والأخ كارلوس محمد سابقا، اتصلوا اليوم وسمعنا كيف الرب عمل في حياتهم، ومن دا يتكلمون الكلام يعني تقولين هذا صار له بالإيمان سنين. واو. لأن يعني كلام مبارك دا يطلع من عندهم، هم ما صار لهم كم شهر من قبل الرب في حياتهم. والبارحة أخ يزيدي اللي قبل الرب على الهواء وطلع معانا وشارك، حتى هذولا أيضا دريد نوصل لهم الرسالة. أي واحد يفهم اللغة اللي دا نتكلمها احنا دا نوصل له حتى نوصل له الرسالة بيها، إذا كان بالعربي أو إذا كان بالإنجليزي. أمين. أمين. فصلاتنا في هذا اليوم إن أخوتنا من أستراليا ونيوزيلندا وأمريكا وكندا يتشجعون يشاركون بالإيمان. احنا حطينا هذا المبلغ 5000 في هذه الحلقة، احنا واثقين انه راح يكون اول متصل هو اول مشجع يشجع كل المشاهدين اللي دا يشاهدون الآن. فمنو يطلع على الهواء ويكون شجاع ويقول انا اول المعضدين في هذا البرنامج؟ الموضوع يحتاج لشجاعة يعني؟ اكيد تحتاج شجاعة، لان اكو ناس من تتصل تخلي دعمها تحت الهواء، لكن احنا نريد شخص اخت، اكو اخوات هواي دا يشاهدون الآن راح يتصلون ويطلعون على الهواء. حتى لو تريدين تقولين بنت الرب او ابن الرب تريد تقول، اطلع بس اعطي المبلغ اللي يحط الرب على قلبك حتى الاخرين يصير عندهم نفس الحماس انه يتصلون ويعضدون. امين. انت بتتكلم على حماس يس قاعده تقول حب اضيف يا ريت عن من اني اقعد اتفرج اشوف البرامج واسمع ناس من غير خلفيات جايين ويقبلون الرب بهذا الفرح، يعني ما تعرفين شو يصير بي يا اخت نوال، كانما الدنيا مدى توسعني من الفرحه، يعني ايش قد هو ربنا عظيم. فانت كل مشاهد يقدر ان يساهم بمبلغ بسيط، هذا الشيء البسيط راح يكون خلاص، مثل ما قال اخ وسام اليوم اثنين خلصوا، ف إيش قد فرحتنا عظيمة. فتشجعوا وإلكم يعني فرصة أن تقدمون فتشي بسيط لرب المجد. أمين. ما هو يمكن أنت وقس عامر ما كنتوا متواجدين، وأخفادي البارحة اتصل الأخ علي من إيران، أنا راح أسأل هذا السؤال للقس عامر وأخفادي ومن بيكم يجاوب هذا السؤال. اتصل قال أنتوا تقولون إحنا مؤمنين ومسيحيين وتقرون الكتاب المقدس، قال ممكن أسأل سؤال للمسيحيين المؤمنين، إذا أنتوا تقرون كتابكم وملازمين ومواظبين على الكتاب، ليش ما حد بيكم يتبرع للقناة؟ واو. هذا سؤال كان من الأخ علي. قال بينما نحن بالحلقات القبلة قال إحنا شيوخنا من يطلبون من عندنا مباشرة تشوف يبنون جوامع بها الفلوس اللي تتوصلهم بالملايين. أكيد سؤال مهم ومحرج، ممكن نفس الوقت همينة واحد يكون يعني صريح وأمين بالجواب، لكن خلي بعين الاعتبار أنه معظم الأديان الأرضية الزكاة والعطاء هو لنوال شيء. أوكي، يعني كونه واحد يشتري شيء حتى يوصل له. بالمسيحية مع كل أسف إحنا ننطي مو من أجل أنه يصير لنا شيء، المفروض ننطي لأنه إحنا عدنا أكثر من أي شيء نطلبه، فأكو فرق. فصح لو رحت على كل الأديان ويوقف الشيخ أو القائد الديني ويطلب، الناس تفهم أنه التقديم راح ينطيهم شيء بالسماء أو يكفر عن خطاياهم أو يعني يشيل من زلاتهم. بس المسيحيين يعرفون أنه العطاء ما راح يصير، ما راح ينطيهم فداء للسماء، فيمكن نايمين على الشغلة.
هم وانا تقول شغله الاخت هو قال اني اشجعكم اشو اي واحد يعني لازم يكون شجاع اكثر حتى يطلع هاليوم وينطي. انا راح اقول واتحدى انه منه يطيع اولا مو يكون شجاع. يعني موضوع مش موضوع شجاع اكثر ما هو موضوع طاعه. انا ما اريد استغل المشاعر او ايمان في المسيح يسوع، لكن صراحه حتى العطاء هو طاعه لمحبتنا لشخص ربنا يسوع المسيح. صدقني حضرة القسيس، نعم، حتة العطاء دي أصعب حتة، أصعب جزئية، أصعب مكان تمام الواحد ممكن يطيع فيه. تمام، يقعد يفكر أكتر من مرة، أنا يعني هحط العشور دي فين أو هوديها فين أو أقارن، أو كأني يعني بيبقى فيه صراع كده معين بين الإنسان ونفسه، مش عارفة ليه. تمام، هذا الصراع مع كلنا احنا، وماكو اي واحد مستثنى من هذا الصراع، لانه من السهل جدا انه انا اعزمكم ونطلع المطعم ونصرف 200 300 دولار ونتونس ونطلع بالزبط. لكن حتى نمضي 300 دولار للكنيسه شويه تكون صعبه. اقول هاي للفكاهه بس، يعني يقول لك يعني اذا يصير انه الفلوس تتكلم الدولار يتكلم. فيقول مره التقى ابو الدولار بال 50 وال 100 دولار، بس واحد يسأل الله شلون الوضع وياك. فأبو المئة دولار يقول أنا كلش تمام، أنا من سفينة لسفينة، من قازينو لقازينو، من مول إلى مول، يعني مفتر العالم كله. الدولار قال أنت شنو الأخبار وياك؟ قال صدقوني أنا من الكنيسة الكنيسة من الكنيسة الكنيسة. يعني لما تيجي على الصرف نصرف من دون إشكال، لكن لما تيجي للكنيسة تكون شوية يعني الحساب يقول يبلش بالعطاء. فالرب يعطيني نعمة وإيمان إنه ما نكون تحت هالتفكير هذا، لكن نكون تحت ملزمين بمحبة المسيح حتى نطيع إلى أنا بكل الأمور، من ضمن العطاء لخدمة المسيح. آمين. مبارك اسم الرب. مبارك. الكل متحمس، الكل متشجع، الكل يريد المشاهد أنه يتحرك معنا ويتصل في هذا الوقت. فنحن واثقين أنه الرب راح يسدد هذا الاحتياج في هذا اليوم، وراح يلمس قلوب الكثيرين أنه يتصلون. احنا واثقين. انت تكلمت عن الحماس، فايه رايك انه الترنيم، انت عارف ان الترنيم هيعمل حماس، يعمل حماس مهم قوي. يلا آمين. حماس روحي وحماس في المشاركه. آمين. والكل بيوافق على الموضوع. امين ده. يلا آمين. خلينا نرنم ونقول الترنيمه اللي جايه تقول استيقظي استيقظي البسي عزكي يا محبوبه ثياب جمالك. تعالوا نرنم هذه الترنيمة ونشاركها مع المشاهدين أيضا، ونسبح اسم القدوس، وأصلي أنه بعد الترنيمة نبدي نسمع الاتصالات. الأرقام راح تبقى على الشاشة حتى المشاهد يظل يتصل ويحاول يتصل، والمخرج موجود يأخذ اتصالاتهم. خلونا نرنم الترنيمة مع بعض. استيقظي استيقظي البسي عزكي يا محبوبة البسي ثياب جمالك.
كفي نقشتك، أسوارك دائما أمامي فأنت لي، لا أنساك أبدا على كف نقشتك، أسوارك دائما أمامي فأنت لي. قد أعلن خلاصي وذراعي تحكم لي، انصتوا لي يا شعبي ويا أمة تصغيني، قد أعلن خلاصي ذراعي تحكم لي، أنا هو معزيكم. تعلمين أنني أنا الرب القدير الذي لا يخزى أبدا منتظر، ستعلمين أنني أنا الرب القدير الذي لا يخزى أبدا منتظر، أنا هو معزيكم، أنا هو أنا هو معزيكم. وأن والترجمة الجاية تقول ناس كتير على اسم وهم جاهلين، وناس أكتر بالاسم لك وبتعلن وبتعبد غيرك. ناس كتير على اسمك وهم جاهلينك، ناس اكتر بالاسم لك وبتعبد غيرك، ناس كتير على اسمك وهم جاهلينك، ناس اكتر بالاسم لك وبتعبد غيرك، ناس تانية بتشتاق لك تتمنى تجيلك، ناس تانية بتشتاق لك تتمنى تجيلك، ناس هنا وعايشين وتموت ولا تهينك، وعايزينك، وحبينك، وعايزينك، وحبينك، تيجي بلدنا تاني تزور بيوتنا تاني، تيجي العراق تاني تزور بيوتها تاني، بالروح بإنجيلك، بالروح بإنجيلك، ناس وضقوا في كنايسهم وانت غايب عنهم، ناس خلقوا في كنايسهم تعلمهم وعلمهم، ناس وضقوا في كنايسهم وانت غايب عنهم، ناس خلقوا في كنايسهم تعلمهم وعلمهم، والروح بتمي وماتي بتستك من غيرهم، والروح بتمي وماتي بتستك من غيرهم، ناس عمداً وحجارة ومنارة إيمانهم، وعايزينك، وحبينك، وعايزينك، وحبينك، تيجي مصر تاني تيجي سوريا تاني تيجي إيران تاني تيجي لبنان تاني، بالروح بإنجيلك، بالروح بإنجيلك،
نشهد هنا عن اسمك وانت شاهد عنا، نحمل بفرح نيرك وانت اللي شايلنا. نشهد هنا عن اسمك وانت شاهد عنا، نحمل بفرح نيرك وانت اللي شايلنا. نختم هنا بولادك وبتخدم فينا، نختم هنا بولادك وبتخدم فينا. نحمي من انجيلك وانت اللي حامينا. تاني بالروح بإنجيلك، بالروح بإنجيلك. آمين. آمين. بالروح بإنجيلك، بالروح بإنجيلك. أكيد الترنيمات دي هتدي شجاعة وتدي طاعة. إيه رأيك حق الأسيس؟ آمين. 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 بقلوبنا وقلوب كل المستمعين والمشاهدين. يس يس باسم يسوع. ممكن الأخ فادي عنده شيء، أنا ما أحب إنه أنطي، أحب إنه أسمع من الأخ فادي أيضاً. أوكي. فأنا عندي شيء أقول لكن حاب إنه أسمع من الأخ فادي بعدين نرجع نعلق على نفس الموضوع. وهو كذلك، تفضل تفضل يا محبوب أخ فادي، ربي يباركك. ربي يبارك حياتكم ويحفظكم. الحقيقة أنا أخوي وسام سأل السؤال، وسؤال مهم جداً، سؤال إنه ليش هناك أشخاص تعطي بغض النظر عن كانت من الأديان الأخرى أو حتى من داخل المسيحية. هناك في داخل المسيحية ناس تعطي، لكن الحقيقة ليه هناك أشخاص لا تعطي؟ ليه في المسيحية، في داخل المسيحية هناك أشخاص تسمع ولا تعطي؟ الحقيقة حبايبي الغاليين، أنا مشغول بس أقول في كلمة، احنا ابتدينا بالطاعة وابتدينا بالعطية، وبعدين أنا متأكد أنه هذا السؤال لم يرد اعتباطاً، لكن أنا أثق أن الله هو فعلاً موجود في المكان وهو يقود أفكارنا حتى ما نسمع هذه الأسئلة اللي هو سؤال مصيري في حياة كل واحد فينا. ليش كثير من عدنا لا نساهم ولا نعطي؟ لأنه أحبائي الغاليين العطية عادة ما تكون مقترنة بالمحبة. يعني الرب يسوع قال ليس حب أعظم من هذا أن يبذل الإنسان، ليس أمواله وليس إمكانياته، لكن أن يبذل الإنسان نفسه لأجل أحبائه. وما أجمل شخصيات في الكتاب المقدس فاحت بعطر العطاء، وإحنا لا نقول هذا الأمر حتى يعني نلعب على وتر المشاعر، حاشا، لأنه الحقيقة الهدف الأساسي من هذه الجلسة، الهدف الأساسي من هذه الجلسة هو أنه إن كان هناك أعواز وإن كان هناك احتياجات، فالأعواز والاحتياجات هي ليس لبناء مكان للتعبد، لكن هو فتح باب للبشارة، لاستمرارية الخدمة، لأماكن يصعب أنه تدخل إليها الكلمة. لا أحد يعرف قيمة وصول الكلمة. كان هناك ترنيمة قديمة أذكرها جدا لأخونا الحبيب نجيب لبيب، يقول كم أناسا يطلبون ابتساما لا ذهب، ونفوس بانحناء تحت وطأة التعب تحتاج كلمة تخفف الآلام. يعني كل دعم سيصل في هذا المساء، كل مشاركة ستصل في هذا المساء، ستكون مفتاح لكي تصل لنفوس كثيرة بحاجة أن تسمع كلمة، والكلمة قد تكون يد تطبطب، يد الله نفسها التي تطبطب وتواسي. والكتاب أخبرنا عن إنسانة أنا كلما أقف أمامها حبايبي الغاليين لن أطيل، لكن أقف بخجل عن تلك الجميلة الحلوة الرائعة مريم التي أخذت قارورة طيب ناردين خالص. الكتاب يسهب في وصف ما عملت، ليس لكي يرينا يعني الكم الذي دفع
وإن الكتاب ذكر لكن ليس الغرض يكلمنا عن الثمن، لأنه في موقف آخر حدثنا عن الأرملة وكيف أن الناس أعطت كميات، لكن الأرملة اللي ألقت فلسين، لكن يقول هكذا: فأخذت مريم قارورة طيب ناردين خالص كثير الثمن، وبعدين اللي عملته فتحت القارورة وسكبت. لا يا أحبائي، ما أروع هذه الكلمة، حتى أنه فهم الموجودين من المؤمنين ما فعلته، فكسرت القارورة وسكبته على رأسه، والناس فهمت أنه لما كسرت ماذا فعلت؟ لقد أتلفت. فقالوا الآتي، قالوا لماذا كان تلف الطيب هذا، طيب مسكوب؟ وبعدين يعطينا يقول هكذا: لأنه كان يمكن أن يباع بأكثر من 300 دينار. طبعا 300 دينار احنا في وقتنا الحالي لا شيء، لكن في الوقت اللي كتب كان أجرة العامل اللي يعمل من 5 صباحا للخامسة مساء 12 ساعة دينار واحد، يعني لل 300 دينار الأكثر من 300 دينار هي مدخول شخص سنويا بدون أن يصرف شيء، لا أكل ولا إيجار ولا لبس ولا اعتيازات ولا متع ولا شيء، يعني يعيش بدون أكل بدون أي أعواز كأنه صنم لمدة سنة حتى يجمع 300 دينار. طبعا لو شلنا الأعواز وقلنا أنه الإنسان يستهلك بالدينار 3/4، فهو محتاج أن يخزن ربع دينار، ففي السنة سيوفر ربع المبلغ حتى للمستقبل. لكن اللي فعلته هذه الإنسانة الرائعة اللي اسمها مريم، ومعنى كلمة مريم مرة، لكن ما أحلاك يا مريم، وما أروع ما قال الرب يسوع عنك. أنا الحقيقة أنا شخصيا أقف في خجل عندما أقف أمام هذه الإنسانة، يقول هكذا: الحق أقول لكم، حيثما يكرز بهذا الإنجيل في كل العالم يخبر أيضا بما فعلته هذه تذكارا لها. طبعا في كلمة في منتهى الروعة لما كسرت قارورة الطيب، قال الكتاب الآتي في يوحنا، قال: فامتلأ البيت من رائحة الطيب. الحقيقة أنا متأكد أنه ليس البيت امتلأ فقط من رائحة الطيب، لكن ما زالت رائحة الطيب تمتد عبر العصور وتصل إلينا، يفوح لنا في هذا المساء ذلك الطيب الناردين الغالي الثمن، لأن الرب يسوع قال أنه سيذكر ما فعلته. أنا متأكد أنه المحبة مقترنة، العطية مقترنة بالمحبة، فعندما أتت الأرملة لم يكن لها قارورة طيب خالص كثير الثمن، كان عندها فلسين، لكن الكتاب يقول ألقت كل معيشتها. أرملة يعني امرأة مسنة، أرملة بضعف مزدوج وعندها فلسين، والفلسين الكتاب يقول عنه أنه يعني 5 عصافير تباع في فلسين ويعطي أقل القليل، لكن كم رأى الرب يسوع الفلسين؟ أنا أشجع حضراتكم كل واحد يسمعنا في هذا المساء، عطيتك مقترنة بالمحبة، لأنه الهدف من هذه الجلسة والهدف من المبلغ المجموع هو أنه يستمر الإرسال ويستمر العطاء بالوصول. أنا متأكد أنه الله يصل إلى بيوت لا يخطر على بال أحد. لما يخبرني أخوي وسام أنه هناك اتصال من إيران، فمعناته الصوت وصل إلى إيران، وعندما يخبرني شخص أنه وصل للعراق، وامبارح وأنا على الفيسبوك أرى أشخاص تحمل أناجيل في مدينة النجف وتصل لها بشارة الكلمة، أنا متأكد أنه كل شخص ساهم في هذه الخدمة كان سبب في وصول هذا. فأنا أشجع حضراتكم أنه ترفعوا سماعة التليفون معنا، أنا أشجعك أنه ترفع سماعة التليفون إن كنت ستساهم بالمبلغ المطلوب، فطبعا بركة كبيرة. وبعدين الكتاب يقول الله، اسمع، أنا وإنت مبات مديونين، لكن الله لا يبات مديون. هو يقول حاشا لي، أنا أكرم الذين
يكرمونني والذين يحتقرونني يصغرون. هو ليس بحاجة، هو يستطيع أن يقول كلمة وتسدد كل شيء، لكن الطاعة العملية. عندما أشبع 5000 لم يأخذ من 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 خزانة ما عنده، قال قدموا أنتم، هاتوا 5 أرغفة والسمكتين. وعندما كان في بحيرة طبرية، عندما اصطادوا السمك، هو الذي اصطاد لهم السمك، قال قدموا مما أمسكتم. هو يريد يعلمنا أن نعيش مثله، أنه نفتح قلوبنا، وليس حب أعظم من هذا أن يبذل الإنسان. إحنا نشكر الله أنه اعتماد الخدمة هذه لا يعتمد على بذل نفسه، لأنه البذل النفس هو للرب، فنقول لا أنا بل المسيح يحيى فيا. فإذا استطعت أن أقول لا أنا بل المسيح يحيى فيا، وأنا كما تقول الترنيمة كل ما عندي لاسمه إهدي فله سلمت نفسي صادق العهد، أكيد أكيد الله سيشغلك بأنه تساهم وتدعم الخدمة. وصدقني الله يرى، لا يضيع. الكتاب يقول كأس ماء بارد لا يضيع أجره. ربي بارككم حبايبي الغاليين. أخ فادي، حضرتك بتقول الكلام بيوصل لما بنسمع أنه ناس بتتصل من بلاد. اليوم أخت من تركيا كتبت لنا على، قالت اتصلت الحقيقة وقالت أنا حابة أتبرع من تركيا. أنا ما أعرفش كم المسيحيين اللي في تركيا عامل إزاي، بس اتصلت على الهواء، تبرعت ب$100. تصوري طلعت عائلة فقيرة تقول يعني هذه $100 احنا يعني راح نختصر اشياء ما نصرفها، هاي بعدين بالمسجات قالت اشياء احنا هاي نصرفها عليها $100 حتى نشارك في هذه الخدمة، هذه $100 وراح نقصر هذا الشهر في امور حتى نساند الخدمة. يعني في ناس بيخلونا يعني نشعر بخجل من نفسنا، لأن إحنا بناخد حاجات for granted وبناخد حاجات مش حاسين بالنعمة الغنية اللي إحنا فيها. وفي ناس زي ما قال الأخ فادي دلوقتي إنه بيقدروا يعني ناس بتوصل لهم أو في إيديهم زي ما في مدينة النجف اللي كلها شيعة بيمسكوا في إيديهم كتب مقدسة. إحنا في إيدينا وفي بيوتنا بدل الكتاب كام أسيس عامر؟ كتاب واثنين وثلاثة. لكن في ناس بيبقى في إيديها الكتاب واحد أو حتى إنجيل أو بشارة واحدة من العهد الجديد بيبقى في إيديهم كنز. أنت بتوصل الكلمة دي وبتخلي خدام وتخلي كلمة الرب عن طريق برامج بتوصل للناس دي، والناس دي عارفة قد إيه قيمة كل كلمة بتتقال قدام الشاشة وفي البرامج دي وفي العمل ده. تفضل أخ عامر. حبيت أخذ نفس الأفكار اللي تكلم عنها الأخ فادي وأضيف بعض الأمور. تكلمنا عن الطاعة، بس أحب أنه أربط الطاعة والإيمان والعطاء. بالعهد القديم حتى الكل يفهم لأي درجة الرب يسوع المسيح وفر على المؤمنين بهذه الأيام، بالعهد القديم ما يقارب 40% من دخل الفرد اليهودي كان يرجع إلى الله. 40% من دخل اليهودي كان يرجع لله. أولاً يعني. نعم. مش بس العشور. لا، جزء من عنده. أولاً العشور. بعدين عندك التقدمة. بعدين عندك الذبائح. بعدين عندك الزيارة مرة بالسنة لأورشليم. أينما كنت أنت كيهودي لازم تجي مرة بالسنة بالأجل يوم عيد الكفارة لتقيم العيد حتى يقبل الله تكفير خطاياك. فبالعهد القديم رب يسوع المسيح طلب العشور من الله، طلب العشور من الشعب اليهودي، طلب التقديمات وطلب الذبائح. لو جمعت كل هذول الثلاثة، وأيضا طلب أن المساعدات الفقراء إضافة على هذه الأمور، لو جمعت كل هذه الأمور يطلع تقريبا 40 إلى 45% من دخل اليهودي يرجعه لله. أخي وأختي المؤمنة، خلينا ما نستهين بمحبة المسيح ونعمته اللي وفرت علينا كل هذه الـ 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 الضرائب أو كل هذه الرسوم علينا إحنا كمؤمنين، لأن هو اللي فدانا. ما طلب منا نروح على أورشليم مرة بالسنة، ولا طلب من عندنا ربنا يسوع المسيح حتى نقدم عشورنا،
لكن العشور كان هو الشيء الأساسي أو الجزئي أو الرسمي للعطاء. مؤمنين العهد الجديد لما رادوا يعطوا أعطوا مال الله. لاحظوا أنه يكتب الكتاب أنه برنابا كان أول الأشخاص اللي باع أملاكه وأعطاها للكنيسة. صراحة هي ليست أملاكه، لأنه بالعهد القديم الله قال للشعب اليهود الأرض ملكي أنا، الأرض ملكي، أنتم تعيشون على الأرض، تزرعون الأرض، تحصدون الأرض، وتأخذون من غلة الأرض، لكن الأرض تعود لي. فلما جاء برنابا وكل قسم من الرسل في الكنيسة الأولى وباعوا الأراضي، باعوا الأراضي لأنه وقت إسرائيل انتهى، الأراضي انتهت، بلش برنامج جديد اسمه الكنيسة، اسمه البشارة. وكان على كل يهودي مؤمن، كان على كل يهودي مؤمن إذا يبيع أراضي يسلم الأراضي أو أموال الأراضي للكنيسة. لهالسبب نحمية وحنانية وسفيرة ماتوا، لأنه ليس فقط كذبوا على الروح وإنما سرقوا من أموال الرب. فلك ما هو هذه النقطة؟ النقطة أنه لما الإنسان يؤمن ليس لي مالي، وإنما مالي هو لربي الذي خلصني. أمين. هذا الفكر لما يكون عند المؤمن تنقلب حياة المؤمن ويصير العطاء جزء من حياته، وليس هو شيء يعني للتقوى أو شيء رسمي أو أنا لازم أعشر أو لازم. لا، إحنا أصلاً الرب ما كان طلبنا عندنا نعشر، العشر هي أقل شيء، لكن الرب إحنا طلبنا عندنا أنه نعطيه قلوبنا. واللي يعطي قلبه للمسيح جيبه وفلوسه ما تكون همه الـ الـ الأخير. أمين أمين، كلام بيلمس القلب وكلام بنصلي كلنا أننا نعيشه. إحنا خطوطنا مفتوحة الآن، وسعداء أننا بنسمع وبنتعلم كلمة الرب من الأخ فادي ومن القس عامر، سعداء أن إحنا بنكون في شركة واحدة روحية. إحنا لينا ثقة ولينا إيمان أنه الرب بيسدد كل الاحتياج، رغم أن ساعات بنسمع صمت جامد، لكن بالهزيع الرابع وإحنا منتظرين، لسنا ننتظر ناس أو أماكن معينة، لكن إحنا بننتظر الرب. yes. إحنا بننتظر الرب اللي بيسمعنا، وفي حينه زي ما قلت يا وسام في الهزيع الرابع رب يرسل. أنا بشكر رب من أجل هناك أخت لك إحنا بنعرفها، هي طلبت إن ما نقولش اسمها، ونشكر رب من أجل تبرعها $50. الرب يباركك أختي الغالية، طلبتي ما نقولش اسمك، لكن اسمك أمام الرب، ونشكر رب إنه الكنترول روم أخذ كل البيانات بتاعت حضرتك. الرب يباركك. خلينا وسام نشجع كمان تاني، أنت قلت إن في جراف عايز تحطه قدام المشاهد. اللي هسه على المخرج يحضر لنا اياه الجراف عن الدخل اللي في الآرامية كم والمصروف الشهري كم، لكن خلينا نقول هذه الخمسين هي البذرة راح تكون في هذه الحلقة من هذه الأخت اللي تبرعت، والأخ فانوس اللي هو طلب بمية دولار فمية وخمسين. فهذول الاتصالين أعتقد مفروض يشجع المشاهد الآن أنه هو أيضا يتشجع. يعني أنا أعرف أنه ما سمعنا أي صوت عليها، يمكن ما حد مدى يشاهد، لكن خلينا نشوف لكم حد يشاهد في هذا الوقت. أنا صراحة أسوي اختبار آخر للمشاهد، أشوف كم واحد يشاهد راح يتصل بينا. فهذه أيضا يعني إزاي يعني؟ يعني أنه نشوف هل أكو مشاهدين قاعدين أمام الشاشة الآن. أوكي. هذا قصدي. أوكي. فخلينا نسمع أصواتهم. أوكي. يقول أنا دا أشاهد البرنامج، أنا أشجعكم حتى لو تطلع، حتى لو أنت دعمت أطلع، فقط قول كلمة تشجيع. كلمة تشجيع مهمة للمشاهد، المشاهد حتى يتشجع معك لازم أنت تطلع تشجع بكلمة. فبليز اتصل، ارفع السماعة واتصل بينا. قولي. تتذكر يا وسام النهاردة الصبح، أنا عايزة أقول للأخت عايدة الموضوع ده، النهاردة الصبح الأخت سعاد اللي اتصلت وبرعت، الأخت دي من أول يوم من أيام ما ابتدت الأرامية، وكان البث بينتقل أو بينطلق من البيسمنت. والأحباء الأخ باسم لو كان هنا والأخت هيفاء معانا، يحبوا قوي يذكروا الذكريات الجميلة دي، بدايات الأرامية في البيسمنت. الأخت سعاد الإنسانة الرائعة اللي اتصلت النهاردة الصبح، هي الحقيقة من أول يوم معضدة. وبعدين الحاجة التانية، طلبت صلاة من أجل أولادها، لكن مرت بظروف صعبة قوي، انه هي جالها كانسر، وبعدين
الحقيقة قعدت فترة مش قادرة تمشي، لكن هي بتقول أنا مش بصلي لربنا أنه يشفيني، لأن أنا عارفة أن أنا رايحة السماء، أنا عارفة أن أنا رايحة السماء. قد إيه الكام دقيقة اللي أنا قعدت معاها على التليفون بكلمها النهاردة، قد إيه كانت كأني لمست قلبي وكأني سمعت خدمة كبيرة قوي. قالت أنا بطلب مشيئته. ويمكن أنا تذكرت كلام حضرتك دلوقتي أسيس عامر، أنه الجملة اللي قلتها في البداية خالص، أنه الطاعة معناته أن أنا مش بطلب مشيئتي أنا، أنا بطلب مشيئة شخص تاني أو مشيئة الرب. فهي من قد ما هي وصلت لهذه الطاعة الجميلة، حتى بتقول له أنا لو أنت مش عايز تشفيني بلاش، لكن أنا عايزة أولادي أشوفهم معايا في السماء، أنا رايحة السماء وعايزة أشوف ولادي معايا في السماء. عشان كده أنا قلت وعدتها، قلت لها هنصلي من أجل الأبناء أنه شهوة الصديق تمنح. يا بنصلي من أجل صامويل ودانيال وعائلتهم بناء على رغبتها. وأنا مرة تانية فرحانة بالاتصال ده اللي هي اتصلت بيه الصبح، هي طلعت على الهواء أظن، وكان وضعت التبرع اللي وضعه الرب على قلبها. أشكر رب من أجل الأخت. جانا من ابن الرب دعم ب $300، فنشكر الرب من أجل ابن الرب من شمال أمريكا تبرع ب $300. إذا مشاهدينا نريد اتصالات، نريد تشجيع في هذا الوقت، وصل المبلغ 450. ومثل ما قلنا الهدف في هذا البرنامج اللي حطيناه وقلنا بالإيمان راح نسير ونقول 5000 إنه في هذا البرنامج إنه تصل، فأكيد أكو على قلوب الكثيرين. أستراليا نريد نسمع من عندهم، ونيوزيلندا بالفعل نريد نسمع من أحبائنا من أستراليا. الخطوط موجودة مع أستراليا مفتوحة، ونحن بث حي على الهواء مباشرة جالسين هذه الجلسة المباركة مع أخوة مباركين، والأخ فادي موجود أيضا حتى يصلي من أجل كل طلبات صلواتكم. فاللي عنده طلبات صلاة اتصل أيضا واترك طلبة صلاتك. إيش كان عندك سؤال إلي أنا نسيت صدقي؟ أو الجراف. أوكي الجراف، خلينا نشوف مع المشاهد. مع المشاهد نعم، لو المخرج ينطينا الجراف. أوكي income and expenses per month، يعني بالشهر الواحد ايش قد يدخل للاراميه وايش قد يطلع مصروف الاراميه. لو نشاهد جانيوري احنا نقول جود، بس هي يعني موازنه العمليه في شهر الواحد لعام 2018، الدخل كان 90 لكن المصروف ما يقارب ال 84. الازرق هو الانكم والدخل المدخول، والاحمر هو المصروف. في فبروري شباط، اذا لاحظ يا ريت انا الارقام مدى اقدر اقراها لان بعيده. اوكي في فبروري شهر الثاني 40,000 الانكم و 69,000 المصروف، يعني حتى ربع المبلغ او نص المبلغ يعني. لكن عن جانيوري بقى الفرق كم اخت نوال؟ يعني فرق شاسع. نجي إلى مارتش اليوم 20 بالشهر، إحنا آذار إلى حد اليوم 20 بالشهر 20,000 الدخل و 49,000 المصروف لحد الآن في شهر آذار اللي هو هذا الشهر. يعني أخت نوال يعني حتى نص المبلغ إحنا ما مواصلين بالإنكم، وباقي على آذار 10 أيام وينتهي. فمن نجي ونقول إنه الحالة حرجة بالفعل، وأنه نريد بالفعل أن المشاهد يشترك ويانا، المشاهد يحرك معانا، لأن هذه الأرقام بالفعل جدا إحنا ما جايين نقولكم مرعبة وتخوفوا وراح نقفل أو راح نسد، لكن إذا نستمر على هذه الحالة we will end up أنه خلاص يعني ماكو بعد بالبنك فلوس، راح نضطر نقطع ساتلايت، نقطع أمور أخرى حتى نقدر أنه نخصص مبالغ للموظفين وللبرامج. لكن الساتلايت أهميته وخاصة للشرق الأوسط، مثل ما سمعنا من أخونا فادي تفرحين من يقول لك بكربلاء أو بالنجف لازمين الكتب المقدسة أو بهذه الأماكن اللي ممنوعة في إيران. في إيران يقول لك اللي يشوفوه لازم بيده كتاب مقدس. الأخ كريم الإيراني ده يحكي 25 سنة سجن كأنه مخدرات، نفس الحكم ينطو. لكن تصور انت يا مشاهد الرسالة دا توصل في ايران عن طريق الساتلايت بدون
ما يوصل، لا يعني عن طريق النايل سات ده توصل الرسالة إلى الإيرانيين. فنصلي إنه المشاهد بالفعل يشوف الحالة، هو الرب يحرق قلبه، ما نريد احنا نظل نقولها في كل مرة ونقول ادعم وشيل السماعة وادعم، لا، وإنما نقولها كم مرة حتى اللي ما شافنا الصبح يشوفنا بالليل، واللي ما يشوفنا بالليل ده يشوفنا الصبح، حتى نشجع المشاهد إنه يستمر في الدعم. أهمية استمرارية البث على الأقمار الصناعية، لأنه إحنا في الوقت الحالي خلينا يعني ناخد الأدوات دي في إيدينا، طالما الله بيخلي الأدوات دي توصل. بمعنى إيه؟ لو قلنا إنه مثلا في الله، طب ما أنت عندك الفيسبوك أهو مثلا منتشر وفي برامج كتير، بس أنت تقارن لو أنت شفت الفيسبوك بتاع الآرامية والحوارات اللي بتيجي نتيجة البرامج اللي بتتبث على الساتلايت، البرامج كلها ومين اللي بيشارك وإيه الكلام اللي بيتكتب وإيه الكلام وإيه نوعية الكلام، مفيش وجه مقارنة. أنا بس بشارك الأخ فادي والأخ عامر الفيسبوك في أماكن كتيرة، أنا بسمع أنه هناك قانون في مجلس الشعب في مصر دلوقتي أنهم بيفكروا بهذه الكيفية أنه يمنعوا الفيسبوك أو يقفلوه لسبب من الأسباب، لكن هو ما يقدرش يتدخل بهذه الكيفية بالنسبة للأقمار الصناعية. خلينا يكون لنا الوعي الروحي والحذر أنه إحنا في إيدينا أدوات الله بيستخدمها، كل اللي علينا ان احنا نكمل ويكون لينا رؤية صح الله بيشتغل فين وايه الادوات اللي في ايديه واللي بيشتغل فيها. نوهتي على نقطة مهمة، سوري احنا اخذنا كثير من البرنامج. الفيسبوك ده تقولين يمكن، اليوتيوب اوريدي هي صارت انه في بعض من برامجنا محظورة من السعودية، محظورة من قسم من الدول انه تبث على اليوتيوب، يعني من يجي المشاهد السعودي على اليوتيوب يروح على آرامية يطلع برنامج خلي نقول خدعوك فقالوا كذا كذا ما يطلع عنده. يس. واو. لأنه محظور عنا راح يكون. واو. اليوتيوب بلشوا بها، لكن الفيسبوك أنا ما أعرف إذا بلشوا بالفيسبوك فأي منفذ بعد توصليها غير الساتلايت. بالضبط. بالضبط. أمين. تفضل حضرتك. تكلمنا عن الإيمان والطاعة وتكلمت عن العهد القديم والعهد الجديد. أحب إنه أضيف في هالوقت هذا فكر وتحدي آخر للي إحنا كمؤمنين. لو سئل سؤال ما هو برنامج الله اليوم، ما هو برنامج الله حتى أنا أكون جزء وعضو مشارك في هذا البرنامج أو عضو فعال في هذا البرنامج؟ برنامج الله هو كنيسة المسيح. كنيسة المسيح عندها أمر واحد تطيع الله في الخدمة، اللي هو قال الرب يسوع المسيح اذهبوا إلى العالم أجمع واكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها. شوف هذا أمر، يا إحنا نطيعه يا احنا ما نطيع هذا الامر. اوكي، ما 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 اكو يعني ارض رماديه، يا اسود يا ابيض، وليس الكل دعوا ان يكرزوا، وليس الكل دعوا ان يعلموا، وليس كل دعوا ان يعمدوا، لكن الكنيسه كلها دعيت لهذا البرنامج. فانا ممكن اكون كارز، ممكن اكون داعم، ممكن اكون خادم، ممكن اكون عامل، ممكن اكون مرنم، لكن يتوجب علي اللي أعطى الوزنة أو اللي الله أعطاني إياها أن أعطيها، أن أرجع هذه الوزنة لحقل ولخدمة الله في هذا الوقت. شوف إحنا والكل يعرف يعني ما واحد مات وأخذ فلوسه معه. أوكي؟ لكن هذا القول للعالم لغير المؤمنين، أما القول للمؤمنين إنه اكنزوا لكم كنوز في السماء ليس على الأرض. هذا هو قول الكتاب. فإحنا ممكن إنه الله يبارك حياتنا، وأنا ليس ضد الغنى، هذا ما يعني إن المسيحيين كلهم لازم يعطوا والكل يصير فقير، لا، لكن هناك استثمار في برنامج الله. أنا أستثمر من وقتي ومن إمكانياتي لبرنامج الله في حقول معينة، يمكن الله أعطاك موهبة أخرى في حياتك أو في حياتك حتى تساهمون في هذا البرنامج. ممكن يكون العطاء، أنا أتذكر إنه أحد الشركات الأمريكية الكبيرة بلش صاحب الشركة بهذا الإيمان والتوقع من الله، قال يا رب إذا أنت باركت شركتي وباركت البزنس، وكان بزنس يعني مقبول، قال إنه أنا أبقي العشور اللي وأعطيك 90%. واو. والله بارك، وهذا الشخص إلى نهاية حياته كان يعطي 90% للرب
كان يعيش هو على 10%. فهذا الإيمان، هذا هو التحدي. لما الله يعطيك رؤية، مو اللي إحنا نعطيك، مو اللي إحنا نحثك، وإنما روح الله، كلمة الله تقودك إلى رؤية معينة في حياتك، حتى أنت تكون عضو أو عضوة عاملة وفعالة في برنامج الله اللي هو كنيسة المسيح، الكنيسة اللي هي توصل رسالة للكل. أقول شيء آخر، الكنائس الغير تخصية دائما عندها مشكلة المال، صح؟ ما لأنه ما الناس ما بتعطي، ولأنه الكنيسة الكنائس الإنجيلية أو الكنائس التبشيرية هي تستخدم كل أموالها للخدمات. فإحنا لا نحوش، لا نبني، لا نخزن، وإنما ما يأتينا نعطي. فلهذا السبب التشيك دائما مارتنا على البالانس. والله اللي الله اللي يعبي، الله اللي يملي. البالانس تشيكينج اكاونت مش سيفينج اكاونت خالص. لا خلاص السيفينج راح. ده تحكي عن البزنس وكيف انه انطى 10% الى 90%. ذكرتني بلورد اند تايلر ايضا. ليش سمى هذا الاسم؟ لانه ايضا لما بدا ايضا بدا هاي البدايه، وبعدين من شاف انه الرب ده يعطي ده يعطي، سمى هذا الاسم 50% يعطي للخدمه و50% له. فلما تجين وتشوفين مثل هذه الامور، يعني تقولين واو، يعني كيف الرب ده يعمل في الكثيرين. لكن هاي احنا ده نتكلم، يعني احنا نريد احبائنا اللي ما مختبرين العطاء انه يختبروه في هذا الوقت. يعني جرب وشوف. اكو كثيرين يطلعون من يحكون، يقول لك اوه هذا ايش يحكي، يقول انا انطيت 100 والرب. هي مو دائما انت راح تنطي 100 او 200 الرب راح ينطيك 1000 لو 2000 نو، لكن راح تشوف امور اخرى تحدث في حياتك. خلينا ناخذ اتصال وبعدين نرجع نكمل. آرامية تفضلوا، منو معانا؟ الو مرحبا. نعم، منو معانا؟ انا تريزا شمعون. اهلا بيكي اخت تريزا. اهلا بيكي اخت تريزا. نعم، انا اريد اتبرع 200 دولار استرالي للقناه. ثانك يو اخت تريزا، ثانك يو عزيزتي، ربنا يبارككم. واريد صلاه لي والاولاد يزيد ايماننا بالمسيح. آمين. آمين رب العالمين. وأريد تصلوا لي لابني بالأردن، صار له فترة طويلة هناك، ويعني بس يسهل أوراقه. ابنك؟ إيه. شنو اسمه؟ ليث بولس. ليث بولس، أوكي. نعم. أوكي. راح نصلي من أجل ليث. ربنا يبارككم ويزيد إيمانكم. ثانك يو عزيزتي. امين. ثانك يو. الرب يسوع يكون معاكي. امين. سلامة. مع السلامة. سلام الرب من اجل اخ فادي. حابين نرفع الاخت، طلبت الاخت تريزا وطلبت الاخت سعاد من اجل الابناء، الناس الاتقياء اللي حاطين الابناء امام الرب انه حياتهم تبقى في المسيح وضمان ابديتهم. يا ريت نصلي من أجلهم الآن. تفضل أخ فادي. أمين أختي نوال، أمين. تعالوا نرفع قلوبنا ونضع الأشخاص اللي طلبوا الصلاة، وأيضا نضع الفرصة كلها، ونضع أنفسنا، ونضع كل الأمور أمام شخص الرب يسوع. يا رب احنا نشكرك ونباركك يا رب، لأنه احنا لامسين حضورك معانا يا رب. يا رب لم نجتمع لنناقش فكر أو عقيدة أو نناقش معتقد يا رب، لكن احنا أتينا لنراك أنت يا رب، أتينا لنرى يسوع يا رب. احنا نثق بشخصك أنه أنت موجود في وسطنا، احنا لمسنا يديك في الماضي يا رب وأنت تعمل معنا، واحنا نلمس يديك الآن وأنت تعمل معنا، ونثق يا رب كل الثقة أنه أنت الذي نجيت في الماضي ستنجي أيضا يا حبيب قلوبنا. يا رب احنا رافعين أمام شخصك نفوس كثيرة طلبت الصلاة يا رب، سواء كانوا معنا على الفيسبوك أو بالاتصال الموجود. حبيب قلوبنا احنا نضع أمامك أخونا فانوس يا رب للشفاء في آلام الظهر يا رب، ولزوجته
وعائلته يا حبيب قلوبنا. احنا نثق بشخصك انه يا رب انت يا رب تعطي بسخاء ولا تعير يا رب. يا ربنا اضع بين ايديك ايضا اولاد اختنا سعاد يا رب، صموئيل ودانيال يا رب، ارجوك شهوة قلبه هي كشهوة قلبك يا رب، مكتوب عنك هكذا انك لا تشاء ان تهلك اناس بل ان يقبل الجميع الى التوبة يا رب. هي شهوة قلبه انه تشوفهم يا رب مفتقدين ومخلصين. انت اللي خرجت وتركت 99 خروف وبحثت عن الضال حبيب قلوبنا. احنا لا نطلب منك يا رب، حاشا، لا نحنن قلبك، احنا عارفين انه انت مشغول اكثر، ولا واحد فينا مات لاجلهم، لكن انت الوحيد يا رب اللي قدمت نفسك واطعت حتى الموت، موت الصليب. انت يا رب ترسل كلمتك فتشفي. لذلك يا رب احنا جايين في هذا المساء ويا رب مستندين عليك وعلى كلمتك يا رب. احنا نثق انه كلمتك هي حية وفعالة وامضى من كل سيف ذو حدين. يا حبيب قلوبنا ارسل كلمتك واشفي يا رب. يا رب انا رفع امام شخصك يا رب اختنا تريزا يا رب، وحياتها يا رب ومداخلات حياتها يا رب انت تعرفها. احنا ان سمعنا الاسم وسمعنا الصوت لا نعرف الكثير، لكن من غيرك اللي يداه شكلت وكونت يا رب؟ انت اللي اوجدت يا رب، وانت اللي رتبت ورسمت خطة حياتها الى الان. تباركها يا رب وتسدد كل احتياج عندها يا رب. نضع بين ايديك يا رب ميري يا رب وشيري يا رب، لاجل الامتحانات اللي عدهم ولاجل التعب يا رب يسوع. ارجوك احنا نثق بشخصك يا رب. سمعنا انه هناك يا رب تبرع من تركيا، واحنا عارفين كم التعب اللي موجود في تركيا وقساوة الانتظار يا رب في المعاملات يا رب، خصوصا مع الاحتياجات يا رب. انت يا رب ذكرت بالروح القدس عن اهل فيليب الذين تكلفوا فوق الطاقة يا رب، وانت عوضتهم يا رب. انت شايف هذه العائلة اللي تبرعت وتكلفت فوق الطاقة يا رب، تحسن إليهم وكل الموجودين يا رب، تحسن إليهم، ترسل كلمتك. احنا واثقين حبيب قلوبنا انه كلمتك تعمل يا رب، وما زالت تعمل يا رب. ترسل كلمتك يا رب. احنا واضعين بين ايديك السفير والمعاملات والأوراق والمقابلات يا رب، كل الأمور يا رب. انت تفتح الأبواب يا رب، وانت ترتب السفر يا رب، انت تلمس كل الأوراق يا رب، وانت يا رب ترتب كل كلمة تقال. احفظ شعبك يا رب من ان يستخدم قوته الإنسانية وقابلياته يا رب وذكاءه يا رب، لانه انت قلت وعلى فهمك لا تعتمد. يا رب يسوع احنا نثق بشخصك حبيب قلوبنا، واحنا رافعين هذا البرنامج كل دقيقة وكل ثانية منه يا رب، نرفعها امام شخصك يا رب. في الآخر احنا نريد ان نخرج وانت متمجد في الوسط يا حبيب قلوبنا، رافعين امامك يا رب احتياجات صغيرة يا رب، كل الامكانيات اللي عندنا، كل الكلام اللي نقوله، كل ترنيمة تذكر يا رب، كل شيء ليس سوى خمسة أرغفة وسمكتين. وها نحن نرفع قلوبنا مع التلاميذ ونقول ما هذا لمثل كل هؤلاء يا رب. يا رب من فينا يقدر يشبع؟ لا أخوي عامر ولا ترانيم أخوي وسام ولا كلمات أختي عايدة ونوال وكلماتي، ولا واحد فينا يقدر يا رب. إحنا بالكاد مع الخمس أرغفة والسمكتين بالكاد كانوا يستطيعون أن يشبعوا شخص أو شخصين بالكثير لسد الرمق، لكن يا رب في إيدينا يا رب الخمس أرغفة وسمكتين في إيدينا تشبع شخص أو شخصين، لكن في يديك يا رب تشبع 5000 رجل ما عدا النساء والأطفال وقفف كثيرة تحمل. يا رب العصا بإيد موسى لا تنفع إلا لهش الكلاب التي تقارب الرعية، بإيدك شققت فيها بحور يا رب. يا رب احنا نثق بشخصك، نثق يا رب احنا ساكبين كل إمكانيات أمامك واضعيها بين إيديك يا رب. أرجوك يا رب، أرجوك أنت تمد إيدك يا رب، أنت تمد إيدك وتسدد الاحتياج يا رب. يا رب أنا شخصيا يا رب، أنا شخصيا
أشهد أمامك أنه بسبب هذه القناة أنا اختبرت رجوع كثيرين من سوريا صلوا معانا على النت يا رب. رأينا أم حسن يا رب ترفع قلبها وتثق بشخص الرب يسوع وتطلبه يا رب. احنا لمسنا وعارفين يا رب واثقين بشخصك انه انت تعمل يا رب وانه انت ترتب، ليس اوقات ضائعة لكن احنا نستثمر كل شيء لطاعة شخصك يا رب. ارجوك يا رب انت عارف الاحتياج وتسديد، شوفتنا المصاريف وشوفتنا كثر الامر، لكن يا رب احنا واثقين يا رب، احنا لا ننظر الى الاحتياج، لا ننظر الى يا رب الأتعاب، لننظر إلى الأعواز يا رب. يا رب ما الجديد؟ إحنا عاجزين على طول الخط يا رب، لذلك إحنا جايين لك يا رب واثقين بيك أنه أنت تستطيع يا حبيب قلوبنا أن تعطي فوق كل شيء أكثر جدا مما نطلب أو نفتكر، ليس بحسب قوة إيماننا وليس بحسب كثر طلباتنا لكن بحسب غناك في المجد يا حبيب قلوبنا. أنت قلت لي الأرض وملؤها يا رب. أرجوك إحنا واثقين بشخصك إنه أنت سمعت لنا يا معبود قلوبنا، نهديك كل إكرام ومجد إلى الأبد. آمين. 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 مبارك اسم الرب. نشكر رب من أجل الأخت فيرجين 100 دولار تبرعت. يا أيضا بنت الرب من كندا 100 دولار. نشكر رب من أجل القلوب اللي بتعطي. الرب يبارك. هذه كنا حابين نسمع الأخوات يتصلوا بينا ونسمع صوتهم، لكن رب يبارككم ويبارك، وبالتأكيد 100 بتبقى في إيدين الرب أضعاف المبلغ اللي بيتحط، ودي ثقتنا. إحنا في انتظار تليفون، أنا مش عارفة لو عندنا الاتصال دلوقتي أو خلينا نعمل أبديت. يعني كم وصل المبلغ لحد الآن أخت نوال؟ أوكي إحنا 850. يس سو خلينا أنا بس ردة تجرب إيش ده شوفي هاي أنت أنت عندك إيش سو يعني نشجع المشاهدين إنه يلا خلونا نسمع أصواتكم، الكل متشجع، وطلبات صلواتكم بليز، اللي عنده طلبات صلاة keep call على مود الأخ فادي يصلي من أجلكم، وقس عامر أيضا هنا متواجد معانا. خلونا نأخذ اتصال الآرامية، تفضلوا. سلام المسيح معاكم. سلام المسيح. أنا حقيقة دائما أنا بنتكم وأختكم، أنا يومية معاكم، والآرامية هاي بيتي. أنا يعني كل ما استجيع عايز أشجع كل المشاهدين وسام ويسمعوا قناة الآرامية أن يعرضوا لهذه القناة. يعني حقيقة احنا نخلي يعني مصاريفنا يعني مرات شيء تاف، خلينا نقول يعني هاي 30-40 دولار، فنقول يعني خلي يعني ما نبذرها هيك ونعطيها للكلمة الرب. يعني هاي الله ما ينسانا صدقوني. يعني هسه الطفل إذا راد لعبة يعني نشتريها، يعني مثلا دا شوف بنات بنتي ما نانا هاي اللعبه اشتريناها يومين ثلاثه كثره ذبيناها، يعني هاي لو بثلاثه اربعه يمكن 40-50 دولار. إيه ليش يعني هاي لو نعطيها للقناه هاي؟ مو يعني هم الله يبارك بهاي الكميه اذا كانت كثيره وقليله، ليش هاي نرميها؟ يعني يا احبائي يعني بليز اللي توعظوا هاي القناة وشوفوا الله شلون يعني يجازيكم، إذا مو ماديا صحيا ومعنويا، وبيتكم يكون محبة وبركة. أنا طالبة طلب الصلاة، عندي 5 بنات، بليز أريد صلولهم ولزوجي أن يعني يكونون يعني حميمين للرب، يعني مو لأن يعني شوية هذا الوقت الشباب هذا الوقت صعبة من تتكلم معاهم، فبليز أريدهم والرب يتعامل معاهم. آمين آمين. أم ساندي راح نصلي إيه. أجل بناتك وزوجك. إيه ثانك يو. تذكري هاي الآية، غير مستطاع عند الناس مستطاع عند الله. آمين. إذا إحنا ما نقدر نوصل رسالة لأقرب الناس إلينا، كوني على ثقة بصلاتنا وبإيماننا
بمواعيد الرب، انه الله في يوم من الايام يزور اهل بيتك. امين يا رب. خليكي على هذا الايمان، صلي من اجلهم، عيشي حياه المحبه واظهري محبه المسيح والله يستخدمك. امين. اخ عامر. نعم. انا عارفك، عرفتني؟ لا ما بدي اشوفك بالصور، لا تحكي بالصوت. لا لا، كنت اجي كم مره جيت الكنيسه، انا عرفتك يعني. أنا وسهلا بك يا أختي، الله يبارك فيك ويستخدمك. ثانك يو أم ساندي على اتصالك، وثانك يو على صلاتك ومحبتك للقناة. آمين آمين. ثانك يو عزيزتي، ثانك يو. آمين، ربي يبارك أختنا المحبوبة، ونصلي بالتأكيد من أجلها. أخت عايدة، أنا عارفة إن عندك شيء حابة تشاركي بيه اختبار. أحب أشارككم باختبار على ضوء ما قال أخ وسام على لودن تايلر. فاليوم قبل ما أجيب ساعتين بنتي دا تحكي لي، وهسه صار لها فترة قصيرة تعينت بلودن تايلر، فتقول لي يومية قبل ما أدخل أصلي أقول يا رب يعني أنا راح أدخل هذا المكان، لكن خليني أشوفك أنت، استخدمني يا رب أكون بركة لمن حولي. تقول يا رب ما أعرف أنا هذا الشغل راح أثبت به، ما أعرف، لكن حسب مشيئتك أنت. تقول أنا قاعدة بالسيارة قبل ما أدخل، تقول أنا ما منتبهة على اسم المحل نهائيا. تقول أنا دا صلي ورفعت عيني ورأسا شفت الساين لودن تايلر، تقول قطعته لورد، تقول أو ماي جاد، يعني يا رب أنا هاي أول مرة دا أنتبه يعني اسم الرب على اسم هاي الكمباني. تقول رأسا قلت يا رب يعني عظيم أنت، فدنشوف يعني شون الرب ده يكرمهم لأن اسمع على هاي الشركة، فإحنا شقد ربنا راح يكرمنا لأن إحنا شركاء بهاي القناة. آمين. فدعوة للكل يعني شقد ما بينا أكيد ربنا راح يباركنا أضعاف أضعاف، لكن إحنا بركتنا ما راح تكون هنا، لكن بركات راح تكون بالسماء وكالي العظيمة. آمين. بارك اسم الرب. كلام مشجع. أمين. كلام مشجع. إحنا بنصلي الجراف اللي كنا بنستعرضه ده، قس عامر والأخ فادي اللي شهدتوا معاه شهدتوا معانا، إنه يعني أنا مش بقول إنه يتساوى اللون الأحمر مع اللون الأزرق، الإنكم مع الـ مع الاكسبنسز المصاريف، الدخل مع المصاريف، لكن إلهنا غني يقدر يعني يعطي أكثر جدا مما نطلب أو نفتكر. الصورة الحقيقة لو إحنا بصنا لها من غير عيون الإيمان يعني مش عايزين يعني نشوف المنظر ده، لكن إحنا بنحطه أولا لأنه شركائنا في الخدمة من حق الآرامية وكل العمل زي ما بيشوفوا البرامج وزي ما كل شيء متاح قدامهم وبيتلامسوا مع البرامج كلها، لازم أيضا يعرفوا أنه البرامج دي بتتعمل وده الصدى بتاعها، يعني كل الكم والمجهود والعمل اللي بيحصل هنا مع الستاف القليل جدا، لكن في مؤشرات بتحصل وإحنا بنتشارك. نمرة واحد عشان تصلوا معانا، ونمرة اتنين علشان الأمور جدية وعشان كلنا اللي هو على قلبه أنه يدعم باستمرار وعلى قلبه الحماس ده بس مشغول، فإحنا بنقول له انتبه معانا بس شوية، خد وقتك، ولو الصورة دي طلعت قدامك دلوقتي وربنا بيكلمك وبنحطه في عين الاعتبار وبنتشارك مع بعض. فبس ده ملهوش علاقة بقى بالإيمان، لأنه زي ما قال وسام في بداية البرنامج أنه من البداية الخدمة كلها والسنين اللي فاتت كلها قايمة من الإيمان. أمين. مش أي حاجة تاني، وما ينفعش أنه ربنا نسر قلبه ويكون راضي وفرحان بينا إلا أن إحنا نكون بالإيمان. أمين. يعني ممكن أن أشارك هاي الفكرة بس زيادة على عدة أفكار شاركنا بيها. يمكن هذا الجراف أيضا يكون جزء من مشيئة الله بحياتنا كمؤمنين، لأنه الله يخلينا أمام تحديات حتى دائما نؤمن فيه. أحد الأشخاص الأغنياء أرسل ابنه للجامعة، والابن صراحة أصلا ما كان محتاج شهادة ويدرس حتى يعيش، كان ممكن أنه يعيش هو وأولاده على حساب الأب من غناه.
لكن الأب وصى ابنه قال أنا شهريا أنطي لك مصاريفك بالجامعة شهريا. فالابن قال له بابا يعني ليش شهريا؟ مو أنت عندك يعني دزني ما السنة حتى لا أضوجك. قال له لا ابني أنا محتاج أسمع صوتك كل شهر حتى أجز لك. واو. فممكن أنه الله يخلينا أمام التحديات هذه لما إحنا نشوف عمل الله الصلاة عمل الناس المؤمنين وتصير هاي اللمة في كل حين ووقته إحنا نشعر كخدام وكناس كي يسمعون أنه واو شوف عمل الله شوف عمل الله ولا الله هو قادر أنه بكلمة واحدة من عنده يسد كل احتياج. بالمناسبة لا الله لا هو مديون ولا عنده شركة مفلسة ولا هاي الأمور الله ممكن أنه يسد كل احتياج في كل وقت لكن ربنا يعطي بالوقت المناسب حتى إحنا نلمس البركة بحسب إيماننا وبحسب عمل الله بحياتنا إحنا. أمين 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 أمين. خلينا نأخذ آخر ترنيمة. أمين. ونختم بعدين بالصلاة بكل كلمة لكن مع الختام إحنا نصلي إنه أثناء ما درنم ودنختم الأخوة ينطونا اتصال مفرح لكن أيضا أحبانا في كندا بس خلي ننوه أخت نوال لأن هذا يمكن من فترة الأحباء في كندا كانوا يقولون أنه كيفية الدعم وكيف يدعمون هل الآن الطريقة صارت أسهل هل التاكس ريتيرن أيضا راح التاكس إكزام همينة راح يكون متواجد في هذه السنة في هذه السنة موجود والعنوان التبرع من كندا أنا ما أعرفش جاهز أنه يبقى ما أعتقد جاهز حاليا لكن راح نكون جاهز في الأيام اللي جاية لكن أكيد العنوان الجديد وراح يكون أيضا اللي يتبرع يبعثوا له وصل للتبرع في كندا فهذه السنة راح تكون مختلفة عن السنة الماضية فصلاتنا أنه اللي أيضا في كندا إذا يشاهدنا يتصل يشجع احنا ما بقى شيء على ختام الحلقه الان بمناسبه كندا بس ملاحظه أيوة. اخيره اشكرك يا اسامه عشان ذكرت الموضوع ده النيوزليتر اللي اتبعت للمره الاخيره زمانه قرب يوصل ايضا لاحبائنا في كندا فيه العنوان الجديد لما تفتح الظرف فيه العنوان الجديد فيه العنوان الجديد اللي تبعت لي التبرع في كندا عشان في اخر السنه ان شاء الرب يوصلك ايصال بالاعفاء من الضرائب بمبالغ بالإجمالي المبالغ المتبرعة من كندا ربي يبارك الإخوة اللي قاموا بالعمل ده مساعدتهم من كندا الرب يعلم هم مين وقادر أن يزيدهم ويتمجد في عملهم دايما ربي يباركهم آمين خلينا نقول يا سبب وجودي ليك سجودي خلونا نرنم هذه الترنيمة ومثل ما قلت صلي واتصل أثناء الترنيمة والمخرج راح ينطينا أخبار مفرحة أمين حتى نصلي أيضا في ختام الحلقة ونقول نشكرك يا رب احنا كده راح نقول نشكرك يا رب أمين لكن نشكر رب من أجلك أيضا ومن أجل كل واحد دعم في هذه الليلة خلونا نرنم ونقول يا سبب وجودي سبب وجودي ليك سجودي فادتني بدم صليبك فكت قيودي يا سبب وجودي ليك سجودي فادتني بدم صليبك فكت قيودي وحدك فدية حقك حرية نلت في حبك براءة وحياة أبدية دمك غطاني برك كساني حب حبك نجاني ملأ قلبي
ولا هعبد غيرك، حاضر في حياتي وأيامي ومليني عبيرك، عايش في خيرك ولا هعبد غيرك، حاضر في حياتي وأيامي ومليني عبيرك، ساكن في قلبي ملكك يا ربي، لا هتسيبني ولا هسيبك وده عهدي أبدي. دمك غطاني بالركساني، حبك نجاني ملا قلبي أغاني. دمك غطاني غطاني بالركساني، سبب وجودي ليك سجودي، فادتني بدم صليبك فكت قيودي. يا سبب وجودي ليك سجودي، فادتني بدم صليبك فكت قيودي. وحدك فدية حقك حرية، نلتي في حبك براءة وحياة أبدية. دمك غطاني بالركساني، حبك نجاني دمك غطاني غطاني بركساني، كساني حبك نجاني من قلبي أغاني. لا يوصف لا 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 يوصف سلام الله، لا يوصف لا 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 يوصف سلام الله. نهر شفاء لحياتنا وهو في وسطنا، نهر شفاء لحياتنا وسطنا، لا يوصف سلام الله. عندي اللي داق في ظروف صعبة ومليانة بالخوف، عندي اللي داق في ظروف صعبة ومليانة بالخوف، يدخل والأبواب مقفولة، يطرد كل الخوف مقفولة، يطرد كل الخوف وحمولة، يعطي سلام لقلوبنا. لا يوصف لا 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 يوصف سلام الله، لا يوصف لا 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 يوصف سلام الله. نهر شفاء لحياتنا وهو في وسطنا، نهر شفاء لحياتنا وهو في وسطنا، لا يوصف
صف سلام الله عند اللي داء الخلاص وحمل عربون الميراث عند اللي داء الخلاص وحمل عربون الميراث قال اطلق عبدك الآن بسلام أنا شفت بإيمان قال اطلق عبدك الآن بسلام أنا شفت بإيمان يسوع ربي خلاص الله لا يوصف لا 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 يوصف سلام الله لا يوصف لا 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 يوصف سلام الله نهر شفاء لحياتنا وهو في وسطنا نهر شفاء لحياتنا وهو في وسطنا لا يوصف سلام الله عند اللي سمع ابن الله لما قال في وسطينا عند اللي سمع ابن الله لما قال في وسطنا سلامي أنا رك لكم سلامي أنا أعطيكم سلاما أترك لكم سلامي أنا أعطيكم فما عندي يخشى غير الله لا يوصف لا 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 يوصف سلام الله لا يوصف لا 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 يوصف سلام الله نهر شفاء لحياتنا وهو في وسطنا نهر شفاء لحياتنا وهو في وسطنا لا يوصف سلام الله آمين. مبارك اسم الرب، مبارك اسم الرب. بنت الرب تطلب صلاة لأنها مريضة وتحتاج صلاة شفاء، يا ريت احنا نتمنى انه الأسماء تكون موجودة خاصة في طلبات الصلاة. العنوان انا بشكر المخرج لأنه هو بعته لي الحقيقة، انا مش عارفة يقدر يطلعه على الشاشة او لا، لكن لكل الأحباء المعتادين ان هم يبعتوا لنا من كندا وبيهتموا قوي بأن يوصل لهم إيصال من كندا بيبعته على The Olive Mount Church PO Box 43025 Mavis Road Mississauga Ontario أوكي. والبوستل كود موجود. شكرا للمخرج لأنه حط لنا العنوان اللي هو يتبعت عليه، لكن في كتير الحقيقة بيبعتوا ما بيهتموش قوي انه يوصل لهم، بيبعتوا مباشرة على عنواننا في الـ PO Box بتاع الآرامية، لكن هو موجود The Olive Mount Church PO Box 43025 Mavis Road Mississauga Ontario. شكرا جزيلا، واحنا قضينا وقت رائع كتير، واللي انا حابة اقوله انه انا بشكر رب لانه الأخ فادي هيصلي بكرة لطلبات صلاة تانية، لأنه لما بقول بكرة لأنه هو البرنامج مع الأخ فادي اللي هو طريق البرنامج الأقداس. طريق الأقداس بيبقى كل يوم أربع الساعة 11 صباحا بتوقيت نيويورك، 6 مساء بتوقيت العراق، أمين. 5 مساء بتوقيت القاهرة. وطلبات الصلاة الحقيقة البرنامج ده ضمن برامج الآرامية على الصلاة سبب بركة لنفوس وحياة كتيرة. بس نسيب كلمة أخيرة مع المشاهد قبل ما نختم، كلمة أخيرة من القس عامر والأخ فادي. صراحة كان على قلبي كلمة أخيرة لكن أنت يعني الرب قيادة من الرب. أحب أن أترك المشاهدين بهذا التحدي. احنا نتكلم عن العطاء،
احب انه اختم انه ما اعطانا اياه الله. اللي اعطانا اياه الله هو ابنه يسوع المسيح، اغلى واثمن اي شيء. لكن اللي اعطانا اياه ايضا يسوع المسيح في خلاصنا، ليس فقط خلاصنا لكن تحريرنا من عده خطايا في هذا العالم. انا اتكلم عن نفسي، قبل الايمان كنت ادخن، ولو ما كان امنت يمكن الى هذا اليوم انا ادخن واكون عبد لهذه الججارة. انا لا استصغر ولا اتكبر عن المدخنين، بالعكس، لكن اقول انه الله خفف عني عبء ومصاريف تأثير التدخين في حياتي. فلو كنت مستمر في التدخين أكيد كان مكلف إلي مادياً التدخين وأيضاً العناية الصحية بي أنا. لكن الرب خلصنا من كل هاي الأمور، فهو أعطانا ابنه وأعطانا بركات جسدية وروحية في حياة الإيمان. يا ريت ما تأخذ هذا التحدي، مو من عندي أنا، من رب المجد يسوع المسيح الذي حرره الابن، بالحقيقة هو حر، أنت حر، أنا حر. أمين. أمين. كلمة أخيرة من المحبوب الأخفادي. أختي الغالية نوال، الحقيقة أنا شغلني الله وإحنا نتكلم يعني شيء صغير في آية صغيرة. أنا أشجع كل المستمعين اللي معانا والمشاهدين على القناة، يمكن الحلقة هذه انتهت لكن طبعاً سيبقى الاحتياج حتى بعد أن يسدد الآن موجود، فاستمرارية الدعم يعني استمرارية العطاء. بس أنا أشجعك في يعني مقطع صغير من كلمة الله شغل الله قلبي بيه وإحنا نتحدث. داود في الكتاب المقدس هو صورة باهتة للرب يسوع. في موقف من المواقف الحلوة اللي حصلت مع داود النبي في سفر صموئيل الأول والإصحاح 30، عندما هجم العمالقة على صقلع ودخل داود في معركة وتبعوا الغزاة، ماذا حصل؟ بعض الأشخاص الذين مع داود 600 رجل، بعضهم تعب وأعيا في الطريق ولم يستطع أن يكمل المسير، شاركوا في المعركة ودخلوا، لكن لما أعيوا بعض الأشخاص أشاروا على داود بهذه الإشارة. بعد أن ربحوا بالمعركة وأخذوا البركات قالوا لا، اللي دخل المعركة معنا هو من سيقتسم معنا البركة التي أخذناها. اسمع ماذا أجاب داود، وأنا السبب من قراءتي لهذه الأعداد، العدد أمامك، العدد أو العددين، أنه قد تكون أنت قد ابتدأت مع الرب وتعبت بسبب ظروف الزمن، بسبب العمر، بسبب أنه لم تعد لك الطاقات، بسبب الانشغال بالعائلة، خدمتك لم تعد كالأول. أنا أضع بين إيديك هذه الأعداد اللي قالها داود لإخوته. اسمع ماذا قال. قال الآتي: ومن يسمع لكم، عندما قالوا ليس لهم نصيب معنا، قال: لا تفعلوا هكذا يا إخوتي، لأن الرب قد أعطانا وحفظنا ودفع ليدنا الغزاة الذين جاءوا علينا. ومن يسمع لكم في هذا الأمر، لأنه كنصيب النازل إلى الحرب نصيب الذي يقيم عند الأمتعة، فإنهم يقتسمون بالسوية. قد أنت تقول أنه أنا ما دخلي في هذه القناة، أنا لا أشارك، أنا لا أظهر فيها، أنا لا أقدم برامج، أنا، لكن صدقني قد تكون أنت جالس مع الأمتعة، قد تكون أنت جالس تدعم بالصلاة، قد تكون أنت موجود. الله في بركاته سيكون يعطيك نصيب بالضبط مثل نصيب أخونا وسام وأختنا نوال، أخونا عامر، أخونا باسم، أختنا عايدة، أي شخص موجود اللي مشترك في هذه الخدمة نصيبه ليس أقل، وليس ليس له نصيب، لكن هكذا تقول الآية: كنصيب النازل إلى الحرب نصيب الذي يقيم عند الأمتعة. إن لاحظت إلى العنوان سترى أنه هناك خمس كلمات: اذهب اليوم وأعمل في كرمي، هذا هو العنوان. اذهب هي الإرسالية، الله يأمرنا أنه نعمل اليوم. اسمع، لا يريدك أن تؤجل. سمعت قبل أيام كلمات حلوة:
جملة رائعة، قالوا الطاعة المؤجلة هي عصيان حالي. الطاعة المؤجلة هي عصيان حالي. اليوم اذهب اليوم واعمل، يعني الفعلاء قليلون. في أين؟ في كرمي. وإحنا شغالين كلنا مع بعض في كرم الرب، وغدا سنقف أمام كرسي المسيح للمجازات. أصلي أن لا يكون وقفتنا أمامه بخجل، لكن أن نسمع منه هذه الكلمة الحلوة: نعما لك أيها العبد الصالح والأمين، كنت أمينا في القليل أقيمك على الكثير. الرب يبارككم حبايبي ويحفظكم. أترك هذه الكلمات بين يديكم والرب يحفظكم. الرب يحفظك. شكرا ليكم، شكرا للجميع، شكرا القس عامر الأخفادي، شكرا أخت عايدة وسام، شكرا من أجل الترنيمات، نشكر الرب، شكرا أحبائنا المشاهدين، سعداء بنلتقي معكم في أيام القادمة إذا الرب أبقانا أعطانا عمره برامج أخرى في موسم الحصاد. نترككم في ملء البركة.